نحن طبعا مشاهدينا أتوقع عرفتوا أن فقرتنا الحالية هي مع ضيفنا عازف العود والمغني حسين البيرق. مساء الخير. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعطيك العافية على هالمعزوفة الجميلة. بس قبل ما نبدأ بأسئلتنا، أنا عندي سؤال حق إبراهيم، عرفت الأغنية ولا لا؟ في يوم وليلة. يا سلام، اندمج أيضا. في حد ما يعرف الأغنية هذه؟ حلو، سميعة معناته. يعطيك العافية. طيب قبل ما نبدأ نتكلم معاك عن ونسمع منك أيضا مقطوعات موسيقية أخرى، خلينا شوي نتكلم عن إكسبو. سمحت لك الفرصة بأنك تزور إكسبو، تروح لأجنحة مختلفة، خبرنا عن زياراتك. أكيد زرت إكسبو أكثر من مرة بحكم تواجدي بدبي، يعني أنا موجود بدبي، زرته أكثر من مرة وشفت تقريبا أغلب الأجنحة يعني. طب شو جذب انتباهك أكثر شيء من زياراتك يعني للأجنحة؟ والله صراحة هو المبهر أكثر شيء بالموضوع البناء العمراني للأجنحة يعني. أغلب الأجنحة مبنية بطريقة رهيبة مميزة يعني، فهذا أكثر شيء كان مبهر بالنسبة لي. جميل. نعم. جدا. ما أدري إذا زرت جناح بلدك ولا لا. أكيد أكيد، أول شيء زرت جناح سوريا. شو لفت نظرك؟ يعني الأشياء المعروضة كلها بعرفها يعني، أنا من قبل يعني من سوريا يعني كتير حنيت لسوريا بحكم صار لي زمان ما رجعت، هذا يعني أكثر شيء أثر في جناح سوريا. شفت أنا كنت بقول شغلة، يعني أحس أنه جميل أنه الفرصة للموسيقيين والمبدعين أنه يكونوا موجودين بإكسبو ويتعرفوا على ثقافات مختلفة، لأنه هذا الشيء يعني يحفز الإبداع عندهم. يعني ممكن أنت تتعرف على ثقافات مختلفة، موسيقى موجودة في مكان ثاني، يعني ممكن تعتبر عادات وتقاليد بس ما تكون غريبة بالنسبة لنا. فكيف كانت التجربة الموسيقية بالنسبة لك في إكسبو؟ والله صراحة أنا التقيت بأكثر من مرة بعازفين جوالين من أكثر من جنسية يعني. صحيح، بيكون العازف الجوال جنب الجناح الدولي مثلا. نعم. بيعزفوا موسيقى مختلفة من كل، مثلا شفت عازفين من الأرجنتين، من أفريقيا، فعلا تجربة رهيبة، بيسمع الواحد كثير ويفتح لهم هم أبواب كعازفين أيضا لي يعني أماكن أخرى يعزفون فيها، يوصلوا للناس أكثر. نعم. صح. للناس وللبلدان الأخرى أخرى أيضاً. أكيد. طيب أنت متى بدأت عندك يعني مسيرتك مع العود ومع الغناء والموسيقى، متى بدأت؟ والله صراحة أنا يعني بلشت من الطفولة، كنت كتير صغير يعني، بلشت على أكثر من آلة، بعدين لاحقاً ثبت على العود وصرت أتعلم الغناء كمان يعني. طب خليني أنا أتكلم عن المعزوفات، بما أنه إحنا دائماً نستغل الوضع، إذا عندنا موسيقيين مغنيين نطلب منهم يسمعونا الإبداع، بما أنه العود موجود معانا، أنا من أكثر الآلات اللي فعلاً أحبها، راح أطلب منك تسمعنا شيء ثاني على ذوقك. أنا جاهز، وأنا بفضل الموسيقى على الكلام يعني. هما كل الموسيقيين والمبدعين كذا، نحن نسمع معك أكثر من مقطوعة. لو تعرف من حبكم من عزكم كده قد ايه، لتقدروا
حتى التراب بيمشي الدمعة الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير لأن ده الحب الكبير اللي ما فيهش إزاي وليه لو تعرفه. الله الله الله. تحية طبعا أيضا الفنانة أصالة. أكيد. الأغنية طبعا من أغانيها المعروفة. شو اللي تحب تعزفه أنت واللي تحب تغنيه دائما؟ والله انا صراحه تفضل يعني انا ميال لكل شيء قديم يعني بكل قديم. بكل الالوان ميال للنوستالجيا انت يعني وانت عندك نفس احس عندك حس موسيقي ايضا من الزمن القديم تحب صح انا ايه انا اسمع كل شيء يعني كل ما هو جميل يسمع يعني أكيد. صراحه صحيح. صحيح. طب عندك شيء جديد تسمعنا اياه يعني مثلا مع جديد. زوفا طيب اوكي يلا ليش لا اجدد شيء يلا حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولون أنا بك مريض أتاري كل ما أحب فيك أدمنك وبقيت مزاج أدلي حب أدي في إيديك ده أنت بلقاك العلاج لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد. سلام. أنا أول مرة أسمع صراحة طبطبة على العود, على العود. هذه طبطبة مختلفة طبعا وجه تحية للفنان حسين أكيد الجسمي أكيد, أكيد على هالأغنية الجميلة. متى ما نشوف لك أنت سينجل؟ والله شوي بكير حاليا يعني. ليش بكير؟ احنا في عصر السرعة. يعني أنا تجربتي بالغناء لسه ما نضجت يعني. بفضل يكون الطرح على نضوج يعني بيكون أفضل. هو أصلا العود بحد ذاته يعني مش آلة أبدا مش سهلة صراحة. لا لا صحيح. أكيد مش سهلة يعني. نعم. بس آلة يعني لها متذوقين ولها جمال خاص فيها والشيء اللي ينعزف على العود صراحة أي أغنية تكون تماما مختلفة ولها حس جدا مختلف. صحيح صحيح. طيب خلينا بما انه قبل ما نختم معك فنان حسين البيرق تسمعنا معزوفتنا الأخيرة وبعدها نطلع فاصل. تكرم عيني. اسمع شيء خليجي. يلا. احبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرقني رح أمشي معاك للآخر أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك وبكرة لو تعود تاني أخلي الغالي يرخص لك أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك وبكرة لو تعود تاني أخلي الغالي يرخص لك وحمشي معاك للآخر. يعطيك ألف عافية سعدنا بوجودك معنا وأطربتنا صراحة. صدق فيكم كتير وشكرا على الاستضافة. كل التوفيق مشاهدينا نحن مكملين معاكم ولكن من بعد الفاصل.